أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي يلتقي برئيس المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد بعدن. الهلال الأحمر الإماراتي يزود مدرسة أروى للبنات في شبوة بأجهزة كمبيوتر. مركز الملك سلمان يسلم صحة ساحل حضرموت شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية. من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ من المملكة العربية السعودية، حيث شهدت اليوم العاصمة الرياض توقيع الاتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس عبد ربه منصور هادي. ووقع الاتفاق عن المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، وعن الحكومة سالم الخنبشي. الاتفاق يعد هو الأول بين الشمال والجنوب، من شأنه أن يسهم في إعادة ترتيب الأوراق والأجندة على الساحة السياسية والعسكرية استكمالا لأهداف عاصفة الحزم. استقبل رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك في العاصمة عدن رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد الدكتور زيد قاسم ثابتة وعدد من أعضاء المفوضية. وخلال اللقاء أشاد اللواء بن بريك بالجهود التي تبذلها المفوضية من خلال تلمس وكشف بواطن العبث والفساد المالي والإداري المتفشي في جميع المجالات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك آلية لمراقبة المؤسسات والقضاء على كل بؤر الفساد، وخاصة مشكلة البناء العشوائي الذي طال مدينة عدن. واتفق اللقاء على التنسيق والعمل المشترك بين المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد والمجلس الانتقالي الجنوبي. نفذت دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية البريقة بالعاصمة عدن محاضرة توعوية لأفراد وجنود اللواء الأول دعم وإسناد. وهدفت المحاضرة التي حملت عنوان دور رجال الأمن في تطبيق معايير حقوق الإنسان وأهمية الالتزام بها كسلوك شخصي في تعاملهم إلى التعريف بأهمية القوانين والالتزام بها وتطبيقها على أرض الواقع، وترجمت هذا التطبيق إلى سلوك حضاري بين أوساط المجتمع. كما ركزت المحاضرة على كيفية التعامل مع المواطنين كرجال أمن والانضباط في حمل السلاح واستخدامه بالشكل الذي يكفله القانون. تسبب انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي بقعطبة شمال محافظة الضالع بإصابة 5 نساء كنا في طريق عودتهن من الوادي. وأفادت أسر النساء الضحايا أن إصابات كانت متفاوتة بين امرأة وأخرى، إذ أن إصابة إحداهن بلغت حد بتر الرجل، وتوزعت الإصابات في النساء الأربع الأخريات على جميع أجزاء الجسم، وقد تم نقلهن إلى مستشفى النصر العام بالضالع لاستخراج الشظايا من أجسادهن. وتقوم ميليشيا الحوثي بزرع الألغام الأرضية لعدم قدرتهم على مواجهة القوات الجنوبية التي أحبطت جميع محاولات تقدم الميليشيا الحوثية. أشاد مدير إدارة العلاقات العامة للحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين بما قدمته القوات الإماراتية لمحافظة أبين من أعمال وتدخلات إنسانية في مختلف الجوانب، وأضاف بأن قائد القوات الإماراتية العميد الركن راشد الغفلي قدم الكثير للمحافظة وترك بصمة في قطاع التعليم من خلال دعم ترميم مدرسة ساكن طبيب بمديرية خنفر بتكلفة تزيد عن 100,000 ريال سعودي. ونقل سعادة وفرحة الأطفال في المحافظة بهذا المنجز التربوي والتعليمي الذي سيصنع جيلا متسلحا بالعلم. زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة أروى للبنات في مدينة عتق في محافظة شبوة بأجهزة كمبيوتر تلبي احتياجاتها، يأتي ذلك في إطار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاع التعليم من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتصحيح مسارها في المحافظات المحررة. وخلال التدشين أشاد مدير مكتب التربية والتعليم في عتق الأستاذ عبد الله العمياء بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات الشقيقة لمدارس المحافظة في سبيل النهوض بالتعليم الإلكتروني ومساعدة الطالبات على التطبيق في المختبرات. من جانبها ثمرت إدارة مدرسة أروى للبنات جهود دولة الإمارات ودعمها اللامحدود في مختلف المجالات وخاصة قطاع التعليم، داعية الطالبات إلى الحفاظ على الأجهزة والاستفادة القصوى منها.
سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدوية ومستلزمات طبية لمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت. وأشاد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي بجهود مركز الملك سلمان في حضرموت وتدخلاته المتنوعة منذ ما بعد التحرير، متقدما بجزيل الشكر والتقدير للمركز والعاملين فيه. من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بأن هذه الدفعة الجديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية سيتم توزيعها على كافة المرافق الصحية بمختلف المديريات، لافتا إلى أن هذه الدفعة تحتوي على 175 صنف من الأدوية من بينها أدوية خاصة بالأمراض المزمنة والطوارئ والمحاليل الوريدية. شهدت مدينة المكلا زيارات لعدد من الوفود السياحية للاطلاع على أبرز المعالم الأثرية بالمدينة من بينها قصر المعين والمعروف بقصر السلطان القعيطي. وخلال الزيارة طاف مدير عام هيئة الآثار والمتاحف بحضرموت رياض باكر موم بالوفد السياحي في أجنحة قصر السلطان القعيطي، معرفا السياح على أروقة القصر والنقوش التي تبرز على جدرانه، إلى جانب فن العمارة الطينية القديمة التي تتميز بها معالم المدينة. وتعد هذه الزيارة للسياح هي الأولى من نوعها منذ ما قبل التحرير مدن ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة. تتواصل أعمال الدورة الأولى للتحقيق الجنائي التي تنفذها إدارة التدريب والتأهيل بأمن ساحل حضرموت لإكساب المتدربين خلال المحاضرات النظرية والعلمية مفاهيم ومعارف في مجال التحقيق الجنائي. تفاصيل في هذا التقرير. ويستمر التدريب والتأهيل للكوادر الأمنية بساحل حضرموت، دورة متخصصة في مجال القانون والإجراءات الجزائية الهادفة لتحسين قدرات أفراد التحقيق وجمع الاستدلالات في القضايا الجنائية ضمن الخطة العامة لإدارة الأمن في التأهيل النوعي لكافة منتسبيها. الهدف منها على مدى حوالي 25 يوم هو يعني صقل مهارات هؤلاء الشباب وأعطاهم معلومات قيمة من متخصصين حول كيفية التعامل مع الملفات الجنائية، كيفية القيام بجمع الاستدلال، كيفية تجهيز الملفات والإحالة للنيابة. الدورة تضم 56 فردا من أفراد وضباط التحقيقات العاملين في أقسام ومراكز الشرطة، وتحتوي على تقديم محاضرات نظرية وتطبيقية في مجال التحقيق الجنائي والتعامل مع القضايا المختلفة وفقا للقانون وتحقيقا لمبدأ العدالة حسب قول المختصين. هذه الدورة تضم حوالي 56 فرد، أغلبهم يحملوا الشهادات الجامعية في مجال القانون، وآخرين يعملوا في مجال التحقيق في أقسام الشرطة في المديرية والمراكز. تدريب وتأهيل لرفع الكفاءة، والمحصلة النهائية رجل أمن يحترم مهنته ويساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة التي عاشت أوضاعا أمنية غاية في التعقيد قبل تحرير ساحل حضرموت. لقناة المكلا محسن بلبحيث. وجه المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل بفتح الشوارع وإزالة العوائق الموجودة في حي العمال بمنطقة الشارجة، جاء ذلك خلال نزوله الميداني بمعية عقال حي العمال حيث تم شرح العوائق الموجودة والتي تسببها البساط بساحة مسجد جامع الشرج في الموقع والمظلات المنصوبة على بساطهم، واعدا لهم بتحديد مواقع مناسبة بالسوق المركزي. التقى اليوم مدير عام مؤسسة الكهرباء لساحل حضرموت المهندس عبد الله حمران بعدد من ممثلي مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت. وخلال اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسة الكهرباء والمعهد التقني الصناعي لأجل التنسيق للطلاب الخريجين من المعهد للتدريب والتطبيق لدى مؤسسة الكهرباء والتعرف على بعض المعدات والآلات التي لا تتوفر بالمعهد، وكذا إكساب الطلاب الخريجين مزيد من الخبرة. وفي ختام اللقاء تم التفاهم على تسهيل الصعوبات أمام الطلاب الخريجين لتمكينهم من التطبيق والتدريب. ناقش المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبد الباقي الحوثري مع اللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت آلية تنسيق المهندسين بالتعليم الفني والتدريب المهني بحضرموت،
وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك حصر وتسجيل المهندسين العاملين بالتعليم الفني والمهني والمعاهد لتسجيلهم وانضمامهم لعضوية النقابة وصرف لهم البطائق. واستعرض رئيس اللجنة التحضيرية نبذة تعريفية عن مهام وأعمال النقابة والخدمات التي سوف تقدمها للمهندسين في شتى المجالات. تفقد مدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشاذلي سير العملية التعليمية في منطقة الغياضات والباطح بالمديرية بعد أن توقفت فيهما سير الدراسة خلال الفترة الماضية بسبب وجود تلك الصفوف في أماكن غير مناسبة للتعليم. واطلع المحامي الشاذلي على الأعمال الإنشائية الجارية في مشاريع إنشاء مباني مدرسية في تلك المناطق المحرومة. وخلال الزيارة التفقدية أكد مدير عام مديرية حجر على أهمية استمرار العملية التعليمية والتربوية لأبناء تلك المناطق النائية والبعيدة، مثمنا دور مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت بإيجاد الصفوف الدراسية البديلة عن العشش والعروش. من جانب آخر اطلع المحامي الشاذلي على موقع مصدر مشروع مياه الجول والتعرف على الدراسات لإضافة مصدر آخر للمشروع بما يعزز القدرة الكافية ويسد الحاجة الماسة للمياه الصالحة للشرب والتي ضعفت خلال الفترة الماضية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي يلتقي برئيس المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد بعدن. الهلال الأحمر الإماراتي يزود مدرسة أروى للبنات شبوة بأجهزة كمبيوتر. مركز الملك سلمان يسلم صحة ساحل حضرموت شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلة المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.